نأى لبنان بنفسه مجددا في الملف السوري، وهذه المرة بموضوع رفض المشاركة في بعثة المراقبين العرب إلى دمشق. فبعد تشاور رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صدر القرار العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي يبدو أنها المخرج الوحيد المتاح. فما سبب هذا القرار المفاجئ، وخصوصا بعدما قيل عن أن سوريا طلبت من لبنان المشاركة في البعثة؟ وجد رئيس الحكومة أن قرار عدم المشاركة لبنان في لجنة المراقبة العربية غير ضرورية، ولذلك نأى بنفسه عن هذا القرار. هذا القرار اتخذ بين الرئيس ميقاتي والرئيس سليمان، صحيح الموضوع؟ طبعا يعني التوافق بيكون بين الاثنين. لماذا هذا القرار؟ يعني هل إرسال المراقبين إلى سوريا يوتر العلاقة بين لبنان وسوريا؟ مطلقا، لأن السلطات السورية، القيادة السورية رحبت باللجان المرسلة إليها من قبل الجامعة العربية. مادام تمنت سوريا هذا الأمر، لماذا يرفض لبنان؟ هل هذا يعني أنه الحكومة اللبنانية باتت ترفض ما تتمناه سوريا؟ لا، مش هذا ما تتمناه سوريا، يعني أنا أقول وكلامي واضح أن سوريا رحبت بكل اللجان التي أرسلت إليها، ولو أرسل لبنان لجنة أيضا سترحب بها مثل باقي اللجان. معالي الوزير، هل هذا القرار اتخذ لتجنب أي تأويلات مع سوريا أو عدم إقحام لبنان نفسه بمضمون أي تقرير قد تضعه بعثة المراقبين وقد يتهم مثلا السلطات السورية باستمرار العنف فيها؟ لا، لم تؤخذ بالاعتبار هذه المسائل مطلقا، ولكن القرار الذي اتخذ وجد أنه من المناسب بالنسبة للبنان. قرار اتخذ من دون أي خلفية أو سبب معين؟ لا، بدون أي خلفية أو بدون أي سبب. القرار يؤخذ بالتشاور بين جميع المعنيين، وقد أتى انسجاما واستمرارا لنهج وسياسة النأي بالنفس التي تبعتها الحكومة في أكثر من ملف شائك. هكذا علقت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الموضوع، مؤكدة للأم تي في ألا مصلحة للبنان بالتدخل في الشؤون السورية والانخراط في تلك الأزمة، مجددة مقولة ميقاتي إن لبنان يجب ألا يكون طرفا في أي نزاع يحصل في المنطقة وتحديدا في سوريا.